السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جينا منطقة اسمها دامنكوب. طبعا هذه المنطقة الحديقة قبل طلعت مطعم مونال، ما شاء الله تبارك الله. شوف الحديقة جميلة، وراح أعطيكم نبدأ عنها التفاصيل. وكمان ما شاء الله تبارك الله أمطار خير وبركة اليوم 8 رمضان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. طبعا شوف المكان هذا الجميل، وكمان فيها قرود ما شاء الله تبارك الله، يعني وناسة في هذا المكان وأجواء جميلة. من هنا حتشوف مسجد الملك فيصل وحتشوف إسلام آباد. هنطلع طلعة هذه حنوريكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا أنا أمطار الآن، كشكات مقفلة. طب هذه هي المواقف، مواقف كثيرة للسيارات للدبابات. شوف خضار خضار ما شاء الله، شوف الأمطار يمطر. هذه الحديقة كاملة، حديقة جميلة ما شاء الله. طبعا هذه ما شاء الله تبارك الله كأنك في الهذا. شوف الطلعات هذه، طلعات الهذا يا سبحان الله. شوف السيارات تطلع فوق، هذه طبعا يطلعك لين مطعم المونال، ويطلعك من هنا خيبر بختون. يعني منطقة يعني صراحة مرتفعات جميلة جدا، كأنك في الطائف سبحان الله. طلعت الهدى دي، هذه يعتبر نفسك انك انت كأنك في الهدى في الطائف. شوف الحديقة هذه جميلة ما شاء الله تبارك الله. شوف اشكال سبحان الله، الوان. شوف القرود، شوف القرود، شوف سبحان الله القرود. وهذا أول قرد قابلنا. هذا قرد الثاني. طبعا في قرود، شوف قرود ما شاء الله هنا. صراحة منطقة جميلة جدا. شوف القرود متجمعين ما شاء الله. شوفهم شوفهم حيوانات. هذا كله متجمع عندنا يبغون الأكل. شوف من فين طلعوا ما شاء الله. شوف هذه هي الحديقة ما شاء الله. شوف منطقة جميلة. الآن راح نطلع هنا فوق، منطقة جميلة صراحة. شوف هذا هو مكان الجميل ما شاء الله تبارك الله، صراحة منطقة جميلة. صراحة يجينا وقت مناسب ما شاء الله، صراحة مكان جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا سلام، شوف المنظر، شوف المنظر هذا للبلاش ما شاء الله تبارك الله. صراحة اليوم أجواء روعة، أجواء رهيب ما شاء الله تبارك الله. ورود ألوان ما شاء الله جميلة على الطبيعة ما شاء الله. شوف الألوان. ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف الجمال، شوف الجمال والأبلاش ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف المنظر، شوف المنظر، شوف أفراش سنتورس هذه. ما شاء الله تبارك، كلها خضار. هذه إسلام آباد. شوف هذه مقابلة بحيرة هناك قدام لافيو. ما شاء الله تبارك الله، هذه جمال إسلام آباد. شوف 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 المنظر، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك. صلاة على النبي. شوف من هنا باين المسجد الملك فيصل،
وأبراج سنتورس، هذه هي ما شاء الله تبارك الله، هذه هي اسلام اباد، كل الأبراج هنا ما شاء الله تبارك الله، أجواء جميلة، واليوم 8 رمضان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يسهل أمركم ويسهل دربكم ويرزقكم من حيث لا تحتسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف ما شاء الله تبارك الله، إسلام أباد، هذه مسجد ملك فيصل، ما شاء الله تبارك الله، منطقة جميلة، وهذه أبراج سنتورس، شيء مكان جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذه إسلام أباد، هذه إسلام أباد، شوفوا مكان جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في شهر هذا الكريم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا زي ما قلنا هذه هي إسلام أباد، ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا صراحة، منطقة خضراء جمال ما شاء الله تبارك الله، واليوم أمطار، تاريخ 8 شهر رمضان سنة 1444 ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه أبراج سنتورس ما شاء الله باينة من هنا، وكذلك هذا المسجد الملك فيصل ما شاء الله تبارك الله، شوفوا مسجد الملك فيصل ما شاء الله، من هنا باين كل شيء صراحة، يعني ما شاء الله المنطقة جميلة. المنطقة اسمها دامن كوك قبل مطعم المونال، طبعا تقريبا 4-5 كيلو قبل محل الديناصورات. طبعا صراحة المكان جميل، لا يفوتكم اللي يجي في اسلام اباد يمر هذه المنطقة، صراحة منطقة جميلة جدا، واسأل الله ان يوفقنا واياكم وان يحفظكم ويبعد عنكم كل شر.